مساء خير، حلقة جديدة وهنا ماسبيرو. النهاردة انطلقت فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي الأفريقي الطبي صحة أفريقيا. النهاردة سيادة الرئيس الحقيقة وده العادة اتكلم على اهتمام مصر بالقارة الأفريقية. احنا قبل كده تم عقد مؤتمر لمكافحة الفساد عن أفريقيا، قبل كده عقد أيضا مؤتمرا عن مكافحة الإرهاب. النهارده بندخل في الصحة أيضا. سيادة الرئيس أهدى إلى أفريقيا 30 مليون مصل أو لقاح ضد فيروس كورونا. اتكلم على تجربة فيروس سي. يا جماعة فيروس سي في مصر كانت تجربة رائدة بمعنى الكلمة. تنسوش أنه إحنا كنا بنحتل في المرتبة الأولى في عدد الإصابة بفيروس الالتهاب الكبد الوبائي فيروس سي قبل ما تطلق هذه المبادرة من قبل سيادة الرئيس للقضاء على فيروس سي. قارة أفريقيا يا جماعة تعاني من أمراض كثيرة جدا، يعني هي مكمن أمراض كثيرة جدا، فالاهتمام بالملف الصحي أنا أعتقد أنه يعني بكرة الصبح هتلاقوا إشادة كبيرة عالمية بهذا الملف اللي كمان الأمم المتحدة بتوليه هذا الاهتمام. أنا أعتقد أنه مؤتمر هام جدا، وحضور سيادة الرئيس ليه النهاردة وتشريفه هيكون ليه فاعلية أو فعال بشكل كبير جدا في اهتمام كافة الأطراف المسؤولة عن هذه القارة في هذا الملف الصحي، لأنه التنمية واحد من أهم أعمدتها الرئيسية الصحة. نتكلم في صحة، نتكلم في تعليم، نتكلم في بنية أساسية، كل ده بيدرس وكل ده بيتعمل له مبادرات. واحنا الحمد لله الحقيقة مصر يعني ليها الريادة في مبادرات ناجحة جدا. سيادة الرئيس لما بيصر على مشروع بعينه وعلى مبادرة بعينها بيدخلها وهو دارسها ومتأكد انه بمعونة السماء كمان هتنجح، وكل العقبات دي هنقدر نتخطاها. فاصل وهنرجع نواصل بعض الأخبار الأخرى. واحد من أهم الفنانين في مصر الفنان محمد صبحي. الفنان محمد صبحي حريص منذ بداياته الحقيقة على تقديم أعمال اجتماعية، أعمال حتى الأعمال العالمية اللي قدمها على المسرح بتكون ليها هدف. بالأمس يعني تم تكريمه من قبل إدارة متروبوليتان الأمريكية، واعتبروه طبعا أيقونة مهمة في الحياة الفنية والثقافية. وخدوا بالكم أنه كمان كتب اسمه الفنان محمد صبحي في الموسوعة البريطانية قبل ذلك كأحسن ممثل قدم شخصية هاملت بأسلوب مميز ومن منظور ورؤية جديدة. اتكتب عنه وقتها 6 أسطر في الموسوعة أنه قدم شاب مصري عمره 22 عاما رؤية لمسرحية شكسبير هاملت، يتميز في الإخراج والأداء عمن قدموه من قبل. وهو أيضا بالأمس تم تكريمه من متروبوليتان عن نفس الدور لهاملت. معنا على الهاتف الفنان الجميل المثقف محمد صبحي. برحب بيك يا أستاذ محمد. أهلا أستاذ عاطف، أهلا وسهلا. مبروك، وتستحق الكثير كمان. أشكرك جدا، متشكر. عايزين نفهم يعني التكريم ده يعني عن إيه بالظبط يعني وشكله إيه؟ هو الحقيقة متروبوليتان أوبرا متروبوليتان في أمريكا، نعم. لا تقليد إنها كل سنة بتكرم حد في العالم ليه تأثير في الموسيقى الأوبرالية أو الموسيقى عموما، تمام. ولكن لأول مرة هذا العام اللجنة العليا وأعضاء مجلس الإدارة بتوع متروبوليتان كان في إجماع بعد ما شافوا هاملت على اليوتيوب، مش النسخة من عندي يعني، شافوها واتقدم، لأن في هناك عضو من أعضاء مجلس إدارة مصري الأستاذ محمود عبد الله هو اللي تابع المسألة علشان يفهموا إن في شغلات الوطن العربي ممثل قدم هاملت من 44 سنة وقدمها برؤية جديدة، واطلعوا على الCD واطلعوا على كل حاجة. فلأول مرة يمنحوا هذا التكريم لممثل ما هوش أوبرالي، نعم، لأن أعمالهم كلها أوبرالية. وأهدوني كل الأعمال بتاعتهم في كتيبين، والتكريم ده انه يبث عرض هاملت اللي بيتعرض امبارح اللي هو يوم السبت في المسرح من اول دقيقه، من اول دخول الجمهور اكننا قاعدين في المسرح هناك او احنا من الجمهور، وبيبث للاوبرا المصريه. ممتاز. اللي انا بشكرها على الهواء معالي الوزيره الدكتوره ايناس عبد الدايم طبعا، اللي استقبلت هذا الخبر عن انه ده شيء عظيم جدا انه يحصل في مصر، وايضا الاوبرا كرمتني في وجودي بهذا التكريم. انا قدمت كان رؤيه جديده في هاملت سنه 71 بعد ما اتخرجت، وكونت فريق استوديو ممثل من تلامذتي في المعهد، وكانوا كلهم لسه بادئين، يعني احمد ماهر وعماد رشاد وأناء الشورباجي وجميل برسو، يعني اسماء بقت معروفه بعد كده وبقوا نجوم في الحفل المسرحي. قدمتها بعد كده لما قدمت التالت درس يا غبي سنه 75، وبعديها علي بيه مظهر، واصبحت بالمواصفات الفنيه نجما، فقلت ما يصحش ابقى نجم وما اعيدش تاني هاملت على حسابي، اقدمها للجمهور بقى اللي هو شافني وعرفني يعني. طبعا وما زالت عالقه في اذهاننا يعني لغايه النهارده. 78 كلفت مبلغ خطير وضخم جدا، و20,000 جنيه فطبعا 20,000 جنيه دي كانت بالنسبه لنا وقتها جامده جدا. صحيح. ولكني انا عارف كنت انا مش هقدر اجيب ال 20,000 جنيه، انا هخسرهم، وكان بقى كل القنوات التلفزيونيه الاستاذ سامي صبري الله يرحمه و كاميرا 9 اماني ناشد، كل البرامج تقول لي طب انت ازاي عارف انك هتخسر وبتقدمها؟ فقلت لان انا ممكن اكسب حاجات ثانيه كتير، وانا كسبت 6 شهور في دايره معارف البتروليه لما فرقه البروسبكت كانت بتعرض في القاهره على سفح الهرم هاملت مودرن، وبعد ما خلصوا العروض قالوا لهم انتوا قاعدين يومين تعالوا اتفرجوا على ولد جديد وبتاع شاب جديد مقدم هاملت، وهم اتفرجوا على هاملت، الحقيقه انبهروا بالمعالجه او بالرؤيه. وانت عارف ان هاملت اتقدمت على مستوى العالم مرات كثيره واكثر، وباكثر من لغه. صح. باكثر، يعني شكسبير كان اكثر مسرحيه ليه هاملت، يعني لورانس ايفييه لعيبه ده احنا في الجامعه كنا بنعملها كمان يا استاذ محمد. بالظبط يعني. مفيش حد. لورانس ايفييه قدمها سنه 48، وريتشارد بيرتون قدمها سنه 53، و بيتر تول قدمها سنه 63، ومايكل كين و بلامر كريستوفر بلامر قدمها برضو 64، غير الممثل الروسي اللي عمل فيلم عظيم وقعد يدرس في الشخصيه 12 سنه لغايه لما قال لهم ايام ريدي، يعني علشان يبدا يصور الفيلم. صحيح. اللي هو سموكتو نوفيسكي، ممثل كان عظيم يعني. استاذ محمد انت تستاهل اكتر من كده، انا يعني بس يعني عايز اقول لك انه دي قد تكون رساله من السماء ودفعه جديده لموهبتك، وبيقولوا لك ان يعني انت عندك كتير لسه تقدمه للقوى الناعمه وللفن المصري. ان شاء الله. اخبارنا ايه المرحله؟ بتتبنى مشاريع يعني معينه؟ طبعا. يعني انا بحضر مسرحيه ملك سيام اللي كان المفروض تتقدم في مهرجان المسرح الجامعي الاولاني سنه 2000 لما قدمت لعبه الست وكارمن وسكه السلامه. ملك سيام هقدمها ان شاء الله. عندي ملك سيام ومسرحيه عيله اتعمل لها بلوك، ومسرحيه عندما يحكم الاطفال العالم، بالاضافه لعوده برنامج مفيش مشكله خالص. ممتاز. طب بمناسبة البرامج بقى، احنا كنا قاعدين نعمل اجتماع كده للبرنامج وبنصر ان احنا نفتح ملف القوى الناعمة، ولقيت تصويت بالأغلبية ان يكون ضيفنا الفنان محمد صبحي هنا في الاستوديو، فحضرتك تجي لنا ولا ايه الأخبار؟ هو بس انا صعب عشان انا في مسرحي في مدينه سنبل، انما لو انتوا شرفتوني يا استاذ عاطف والله هتتبسطوا من اللوكيشن. نيجي ونصور عندك، ايه رأيك؟ انا موافق وعلى طول. خلاص. مبروك استاذ محمد، وشكرا على مداخلتك، وتستحق الكتير بجد. اشكرك شكرا فناننا الكبير استاذ محمد صبحي. يا جماعه يعني ده بس يقول لكم انه لما تبقى اداره زي متروبوليتان في امريكا، لما تبقى موسوعه بريطانيه بتشوف فنان متميز، لا عندنا من الفنانين اللي بيقدم قيمة أيا كانت بقى الخسائر المادية زي ما حكى الأستاذ محمد. يعني هو ده الفنان الحقيقي اللي ممكن يضحي بحاجات كتيرة في ماديا علشان الرسالة توصل، وده بيكرم وربنا كأنه بيطبطب عليه كده وبيقول له احنا شايفين شغلك والناس بتكرمه، فهو يستحق. وإن شاء الله نعمل معاه حلقة يعني تعجبكم قريبا. فاصل ونواصل أخبارنا. عارفين أنه مصر مهتمة بالطاقة الجديدة ومهتمة بالهيدروجين الأخضر، ويعني احنا داخلين فيها بقوة. وفي نوفمبر احنا كمان هنستضيف يعني مؤتمر عالمي للبيئة في شرم الشيخ. يعني خليني بس أقول لكم أنه يعني مصر والمغرب تدشنان مشروعات مشتركة لتصدير الغاز إلى الخارج. ناقش أقطاب صناعة الطاقة في قمتين استضافتهما مدينتها روتردام في هولندا والعاصمة الفرنسية باريس حلولا مستقبلية نظيفة لأزمة الطاقة، مع سعي العالم إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري الضار بالبيئة. انصب تركيز الاجتماعين على امتداد أسبوعين على حل قد يبدو المثل أو الأمثل لتلك الأزمة، وهو ما يطلق عليه اسم الهيدروجين الأخضر. معنا على الهاتف للحديث حول هذا الموضوع الأستاذ الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار عفوا الدكتور أحمد حجازي خبير الطاقات المتجددة. برحب بك يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا أستاذ عاطف. أهلا وسهلا دكتور أحمد. يعني أولا يعني هتقول لي أهمية الاجتماعات دي ويعني تدشين المشروعات المشتركة، بس نقول الأول إيه هو الهيدروجين الأخضر اللي هيحل مكان يعني الطاقة القديمة؟ الهيدروجين الأخضر ببساطة هو أحد أنواع طبعا الطاقات الجديدة اللي ابتدى العالم يلتفت ليها. هي مش جديدة طبعا، لكن هيبقى لها عشرات السنين موجودة، لكن هي ببساطة هو استخدام عنصر الهيدروجين في عملية اتحاده مع عنصر الأكسجين لتكوين الماء، بتنتج طاقة عالية جدا. احنا ممكن نستفيد من الطاقة ديت اللي احنا نستخدمها في أي منحى من مناحي الحياة أو الصناعة، وفي نفس الوقت بينتج الناتج بتاعه عبارة عن ماء صافي. العملية ديت لو تمت باستخدام طاقة ناتجه من مصادر طاقه متجدده زي الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح وطاقه المصافات المائيه، عندها بنقدر نقول ان ده نوع الهيدروجين، ده الهيدروجين الاخضر. طبعا مقارنه بالهيدروجين الازرق والرمادي اللي بينتج من عمليات صناعيه معقده. ده يستخدم في ايه يا فندم؟ ممكن بيستخدم طبعا على نطاق صناعي، بيستخدم في انتاج الامونيا مثلا زي المشروع اللي عاملاه مصر، اللي بيتعمل في مصر دلوقتي مع شركه نرويجيه ومجموعه مستثمرين كبار في العالم. احنا هننتج طبعا الامونيا الخضراء باستخدام الهيدروجين الاخضر كمصدر طاقه. ده طبعا طاقه نظيفه جدا جدا، المنتج بتاعها في النهايه هو الماء، لا تؤثر على البيئه، صديقه للبيئه تماما، وفي نفس الوقت ما بتستهلكش اي مصدر من مصادر الطاقه الوقود الاحفوري زي البترول او الغاز. هي بتستخدم فقط الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو طاقة المصادر المائية. لكن يعني كمان يستخدم في الوقود. هو طبعا بيستخدم في الوقود من زمان، يعني زي ما أنا كنت بقول قبل كده، انتوا لو كنتوا فاكرين تشالنجر لما انفجرت وهي طالعة، المركبة الفضائية الأمريكية لما طلعت سنة حاجة و80 وانفجرت، وكلنا فاكرين الانفجار الكبير ده، كان ده وقود الهيدروجين. تمام. يعني الهيدروجين بيستخدم من زمان في الصواريخ وفي منتجات كبيره، وبعدين حتى في مصر احنا بقالنا اكثر من 10 سنين في بعض السيارات بتستخدمه جزئيا في تحسين كفاءه احتراق البنزين. بس انا بتكلم على دلوقتي دخول مصر في هذا المجال، هنستخدمه على نطاق اوسع، ربما سفن، ربما عربات نقل. لا يعني الهيدروجين الاخضر في المرحله دي ما اعتقدش انه هيكون في استخدامه في معدات صغيره زي العربيات او السيارات النقل. لكن اعتقد انه هيكون على نطاق صناعي اكتر. طبعا مرشح، هو موجود اوريدي الهيدروجين كمصدر وقود للسيارات، لكنه ما انتشرتش الانتشار المتوقع ليها، لان الكهرباء السيارات الكهربائيه خدت مكانها. لكن طبعا مش مستبعد ابدا انك تستخدم، وهو موجود فعلا بس على نطاق ضيق جدا ونطاق مش تجاري، ان السيارات الصغيره والسيارات المتوسطه والاتوبيسات والعربيات الكبيره السفن الضخمه ممكن تستخدم وقود الهيدروجين. لكن كهيدروجين اخضر، يعني فكره كلمه الاخضر دي بتدل على انه تم انتاجه بدون اي تلويث للبيئه. اخيرا يعني اهميه يعني الاجتماع بين اقطاب صناعه الطاقه في القمتين اللي كانوا في هولندا وفي فرنسا للهيدروجين الاخضر او للطاقه الجديده دي. طبعا النتائج ان العالم كله زي ما احنا عارفين بيتجه انه يقلل من الانبعاثات الناتجه من الاستخدامات التقليديه للطاقه. نعم. لكن طبعا الوقود الهيدروجين ما زال قدامه وقت كبير قوي عشان نقدر نقول انه هيقدر ينافس، لكن انا شايف ان دول زي دول الامارات والمغرب بالتعاون مع انجلترا ودول كتير قوي في العالم دلوقتي ابتدت تتجه لعمل استثمارات ضخمه في هذا المجال. طبعا نتيجه ده بينشئوا موانئ خاصه لاستيراد الهيدروجين الاخضر كمان، وبالتاكيد هتبقى في موانئ خاصه بهذا الموضوع. نعم. ده مؤكد يعني. نعم. عشان خاطر يقدروا يسيلوه ويقدروا كمان يستخدموا يتنقل المناطق الاستخدام الضخمه اللي هتستخدم. وطبعا مصر احنا عارفين ان مصر امكانياتها ضخمه قوي في مجال الطاقات المتجدده يعني. صحيح. المفروض ان مصر فعلا تعمل حاجه زي كده يعني. النهارده لسه الرئيس كمان بيشير الى هذا الموضوع يعني في المؤتمر صحه افريقيا. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد حجازي خبير الطاقه المتجدده. اولادنا في مصر كمان حاجه تفرح يعني، السفاره المصريه في كندا واللي مسؤول عنها السفير احمد ابو زيد سفير مصر في كندا الحقيقه قام احتفال بالنائب شريف سبعاوي لفوزه. احنا استضفناه هنا على فكره بعد ما فاز اول مره في الاستوديو، كان في زياره لمصر، وكمان بيعاد انتخابه في كعضو في البرلمان الكندي، فاز بولايه ثانيه واقيمت له حفله واحنا الحقيقه بنهنيه كمان. هو عن مقاطعه طبعا اونتاريو للمره الثانيه. برحب بيك يا استاذ شريف والف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. مش عارف احنا مصحينك بدري ولا احنا معاكم كويس كده؟ لا الميعاد كويس زي الفل، وبعدين وحتى لو صحينا بدري يعني مفيش مشكله. قول لي من خلال تجربتك في الولايه الاولى، يعني واضح طبعا ان تعبر بالولايه الثانيه دي في البرلمان الكندي معناها ان احنا حققنا يعني نجاحات كبيره في الولايه الاولى. ايه اهم القضايا اللي حضرتك يعني تصديت ليها في الفتره الماضيه؟ هو على مستوى الحكومه نفسها يعني، طبعا فتره جائحه الكوفيد كانت فتره صعبه لكل الحكومات، واحنا الحكومه بتاعتنا الحمد لله يعني نافيجيتد يعني مشينا كويس في الفتره ديت وعملنا شويه قرارات قدرت انها تحمي الناس، زائد انها تحافظ على قطاع الاعمال الصغيره ما يطلعش بانكربسي يعني. والدنيا مشيت كويس، الناس راضيه يعني عن معالجه الحكومه لموضوع جائحه الكوفيد. بس بالنسبه للمستوى الشخصي يعني انا اشتغلت مع وزير العمل على يعني حزمتين من القوانين لتسهيل دخول المهاجرين الجدد للمجالات الأصلية بتاعتهم. يعني كان في معظم اللايسنس الناس اللي بتاخد رخصة مزاولة المهنة في حاجات كتيرة لازم تاخد سنتين كنديان اكسبيرينس، يعني سنتين خبره كندي، حتى لو هو عنده 15 سنه 20 سنه لازم ياخد سنتين كنديان اكسبيرينس. ما هماش مشكله في نفس وضع في ذاتهم، مشكله انك تلاقي الجهه اللي ترضى تديك السنتين دول، فكانت دي عائق كبير جدا. ناس كتير بتيجي ما بتقدرش ترجع المجال بتاعها بسبب السنتين، لان طبعا في السنتين دول بيكون دور على اي حاجه ثانيه، غير كارير، عمل اي حاجه عشان يقدر يعيش. تمام. احنا عملنا قانون يشيل السنتين دول كشرط من اي ترخيص مزاوله مهنه او رخصه يعني. فده هيفيد حوالي 23 تخصص. الناس دي ما دام عندها خبره، اي خبره يعني في المجال هتتحسب. استاذ شريف يعني وجود حضرتك يعني طبعا تحمل الجنسيه الكنديه وفي البرلمان الكندي بتناقش كل الموضوعات التي بتهم المجتمع الكندي، لكن كوجود مصري برضو دي حاجه نادره جوه البرلمان الكندي. هل يعني هناك موضوعات معينه تهم الجاليه المصريه حضرتك بتطرحها بيلجأوا لك ليها تحل مشاكلها؟ يعني قول لنا كمصري موجود داخل هذا البرلمان. هو في شقين في الموضوع، طبعا في الحاجات اللي يعني مش هيبقى في فرص كتير قوانين تخص مصر، يعني احنا بالنسبه لنا كان بيل 106 قانون 106 اللي هو اعتبار شهر جولاي هو شهر الحضارة المصرية في أونتاريو، ده كان يعتبر أكبر حاجة ممكن نعملها لمصر جوه البرلمان يعني كقانون. إنما الجزء الخدمي من الشغل اللي هو المكتب بتاعنا مفتوح لكل أولاد الجيل، أبناء الجاليات العربية حتى، وغير الجزء اللي هو اللي أنا خاص بيه الدايرة بتاعتي أنا شخصيا، باخد طبعا كل الناس، إنما الجاليات العربية والمصرية بالذات لو راح أي مكتب عضو برلمان وما عرفش ياخد اللي هو عايزه أو يساعد اللي هو عايزه بيجوا لي وبنعمل اللي نقدر عليه طبعا في خدمة الجالية. وده مش أنا بس يعني، طبعا أنا يعني مش بشكر في نفسي ولا حاجة، بس كل الناس اللي هم لهم جالية بيعملوا نفس الحاجة. يعني مكتب مثلا عضو البرلمان يكون أصل صيني مثلا، نعم، هتلاقي كثافة الصينيين عنده عالية شوية لأن هو بياخد الكيسز بتاعتهم اللي ما بيقدرش يخلصوهم مكاتب اعضاء البرلمان. ساعات بتبقى الكيس صعبه شويه، محتاجه شويه شغل زياده، محتاجه شويه اتصالات زياده، محتاجه اتصالات بالفيدرال، محتاجه اتصالات بالوزير، مكتب الوزير مثلا لو حاجه معقده شويه. مش دايما الحاجات دي بتتعمل، غير يعني لما بيكون في يعني عضو برلمان عنده استعداد يروح الاكسترا مايل، يعني يعمل شويه شغل زياده عشان خاطر. لكن في قناه مفتوحه مع السفاره المصريه هناك بشكل كبير. طبعا احنا على اتصال دائم بالسفير احمد ابو زيد والسفير القنصل العام حسام محرم، وطبعا مش بس السفاره والبعثات الدبلوماسيه بس التجمعات المصريه. يعني احنا عندنا نادي النيل، النادي المصري، كان مجموعات على الفيسبوك مصريين على طول على تواصل معاهم. ويمكن وجود حضرتك يبقى دافع للشباب اللي طالع في المشاركه في الحياه السياسيه الكنديه، ويبقى لينا يعني اكتر من مصري داخل البرلمان. طبعا احنا يعني في الانتخابات اللي بعد انتخاباتي على طول، يعني بعد 60 سنه ما عندناش اي يعني ولا حتى محاوله واحده. الانتخابات اللي بعد السبر كان عندنا 5 مرشحين مصريين في اماكن مختلفه على مستوى كندا، فطبعا اكيد شجعت واكيد فتحت الباب. الف مبروك يا استاذ شريف، ويعني عايزين وعد ان حضرتك اول ما تنزل مصر نعمل لقاء مع بعض كده ونتكلم بشكل موسع اكتر. مبروك، وبنهني انفسنا على نجاحك بولايه ثانيه في البرلمان الكندي. يشرفني يا فندم، تحت امرك. شكرا استاذ شريف سبعاوي المصري الكندي المقيم في كندا والفائز بعضويه برلمان كندا عن مقاطعه أونتاريو.